ما تشاهدونه الآن هو مخلفات الترحيلات الأخيرة التي طالت عائلات من حي الصنوبر بوسط مدينة قسنطينة، ردوم وأوساخ، أخطار بالجملة على الأطفال وانتشار لأوكار الفساد. راهم جاو ريبوا الحياة القزديرية هادو منذ حوالي برك 3 شهور وعدونا بالسلطة المعنية باه يجي ويزور الدم هذا، ما زوه ما والو، راه الدم هذا خلق لنا مشاكل كبيرة. حاشاكم الأوساخ كثرت بزاف. الحاجة الثانية حاشاكم الكاميون تاع لابوبال عاد ما يقدرش يفوت به لابوبال، الأولاد الصغار عاد ما يقدروش ما كانش يلعبوا. الدم هذا خلاوه كيما راه، وكما تشوفوا في الديار ولاو الديار يسكنوا فيهم يشربوا فيهم. هذه طريق قفلوها لنا، عاد لومبيلونس ما تعديش، الطونوبيلات تاعنا عدنا نخليهم اللي ما بيتهمش في الكراجات. رئيس دائرة قسنطينة الوافد الجديد رد على انشغالات السكان قائلا: ترك الرذوم والأحجار بعين المكان، وهذا يتنافى بطبيعة الحال مع التعليمات والتوصيات في هذا المجال والمتعلقة بضرورة التهديم الكلي. الرذوم التي لا تزال بهذه النقاط التي تم إعادة إسكانها سيتم تصدير في القريب برنامج تطوعي تشارك فيه البلدية وجميع المؤسسات البلدية والولائية لرفع هذه الرذوم تدريجيا. هذه الرذوم هي نتيجة للتقصير وعدم قيام بعض الجهات بعملها على أكمل وجه، فهو منظر متكرر في الكثير من الأحياء التي تم ترحيل سكانها.